تأتي مشاركة نقابة المهندسين الأردنيين في مؤتمر الخريجين الثاني كمقدمة للملتقى الأول الذي سيتم عقده للمهندسين الشباب من خلال طرح المسارات الوظيفية المتوفرة خلال العام 2024 والتي يليها. أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، طبعاً تعمل هذه الأكاديمية على تدريب العديد من المهندسين حديثين التخرج في مختلف التخصصات، وهنالك برامج تدريبية عديدة لتدريب المهندسين مثل السايبر سيكوريتي والذكاء الاصطناعي والأبنية الخضراء والاستدامة والطاقة المتجددة، وكلها مواضيع الساعة. هذه المواضيع التي نحن بأمس الحاجة لها لتدريب المهندسين بغاية تأهيلهم من أجل إيجاد فرص عمل لهم في السوق الأردني وفي السوق العربي والسوق العالمي. أنا إيمان مبيضين، حديث التخرج من الجامعة الأردنية، تخصص هندسة مدنية. اليوم اجيت أحضر مؤتمر الخريجين في المدينة الرياضية، والتقيت ببث نقابة المهندسين، وكنت حابة أتعرف كثير عليه بخصوص أني مقبلة على التسجيل فيها، وحبيت الدورات اللي بيقدموها للمهندسين الشباب من فرص تدريبية، من دورات مجانية، وصراحة كثير تحمس أني أتسجل فيها في الأيام المقبلة إن شاء الله. أنا دانا حدادين، وأنا كطالب هندسة جيت اليوم علشان أعمل كونكشنز مع الشركات الموجودة هون. بما أني أنا على مقاعد الدراسة ما زلت، حبيت أجي على هذا المؤتمر عشان أتنور بالوظائف الموجودة هون والشركات اللي جاية. شاركت اليوم في مؤتمر الخريجين وزرنا نقابة المهندسين وشفنا شو في خدمات بتقدمها وفرص تدريب مجانية، والأمور الحمد لله تمام. جيت وتعرفت على نقابة المهندسين وشفت الخدمات اللي بتوفرها للطلاب، تعرفت كمان على الدورات المجانية اللي بتوفرها للمهندسين الشباب.